ساندي تايمز البريطانية: نظام عالمي جديد. هي افتتاحية الصحيفة وتقول فيها: الرئيس الفرنسي ماكرون يقود فرنسا نحو علاقة جديدة مع أمريكا وألمانيا، وأن الرئيس الفرنسي بيسعى إلى تشكيل علاقة خاصة ولكن انتقادية في الوقت نفسه مع الولايات المتحدة، تفتح أبواب البيت الأبيض لتحشيد لوبي على مستوى عالي من باريس بشأن قضايا التغير المناخي والتجارة وقضايا ملتهبة أخرى. تضيف الصحيفة أن ماكرون يطرح نفسه كقائد آمر للاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه. أوراق اللعب الأوروبية سيعاد توزيعها طبعا بعد خروج بريطانيا على حد وصف الصحيفة، حيث ستسارع فرنسا إلى أن تكون أكثر دول الاتحاد استعراضا لقواتها العسكرية وجاهزيتها لاستخدام هذه القوة في الخارج، كما هي الحال مع مالي وليبيا اللي بتميز نفسها عن ألمانيا اللي بيراها ترامب عضوا متقاعسا في حلف شمال الأطلسي بتقديمها حصة أقل من 2% من إجمالي ناتجها القومي على الإنفاق العسكري. بتشير الصحيفة أيضا إلى أن ترامب قد يرى في فرنسا الحليف الطبيعي ما لم تتقدم ألمانيا بالمزيد من الأوراق إلى اللعبة. تختتم افتتاحية الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد بني بطريقة لا تسمح لا لألمانيا ولا لفرنسا أن تنفرد كقوة مهيمنة وحيدة فيه، مشيرة إلى أن البلدين تمكنا من تجاوز قرون من العداء بينهما وعملا معا لقيادة القارة الأوروبية بوجود بريطانيا أو بدونها، لكنهما الآن يسحبان في اتجاهين متعاكسين، ففرنسا تحت قيادة ماكرون تطمح إلى قيادة أوروبا وألمانيا تحت قيادة ميركل تريد التركيز على الحفاظ على أوروبا سليمة وكاملة.